السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم مهم جدا، موضوع اليوم فيه بعض الارشيف المهم جدا. موضوع اليوم سمعنا بالامس انه لاعب من اصل جزائري هو تلمساني حارس نادي تشيلسي اللي اختار المغرب في وقت سابق بعد ما عملت الجامعه المغربيه مجهودات كبيره باش جلباته للمنتخب المغربي انه غير الجنسيه الرياضيه. لكن من وراء تغيير الجنسيه الرياضيه للاعب تلمساني؟ ومن هي الاطراف اللي عملت المستحيل باش اللاعب هذا تلمساني يرجع لبلاده الجزائر؟ لان هذا اللاعب لاعب جزائري، اصله جزائري، الوالد نتاعو جزائري. اول حاجه نشوفوا الارشيف ومن بعدها نروحوا للجديد. نروح للشخص اللي دائما نتكلم عليه، دائما نقول عليه بلي هذا الانسان ماهوش انا خويا هذا محسن ولا يقرب لي ولا عندي قرابه بينه، بصح احقاقا للحق الانسان اللي يخدم فعله يذكره، فعله يذكره. هذا للاسف 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 للمره المليون نقولها، ما كانوا هو الاتحاد الجزائري لكره القدم او المنتخب الوطني. نظر بكل صراحه، هذا مادام ما عندناش منصب مناجر المنتخب الوطني، الاولى بها هو محسن. محسن بتاريخ 10 اكتوبر 2022 راح نقرا لكم واش قال محسن على التلمساني، وراح نرجعوا للارشيف للناس المجموعه تاع جماعه لقجع اللي في الجزائر اللي ما تبغيش ولا لاعب جزائري في المستوى العالي يكون في المنتخبات الوطنيه. رانا راجعين لها. سامي التلمساني مواليد 2004، حارس تشيلسي الانجليزي والمنتخب المغربي حاليا. تابعت هذا اللاعب والأحداث التي جرت باهتمام وهو في نادي باريس اف سي، نادي باريس اف سي تواصلت الفيدرالية المغربية به مبكرا، وطريقة استدعائه مناجيره التونسي، والده الجزائري، أمه المغربية، إلى آخره. تابعت باهتمام كل ما جرى في السنوات الماضية. الخطأ الذي ارتكبه ممثلي الاتحادية الجزائرية بالرغم من أنهم مقيمين بباريس، هذه تعرض لي جابها زاتشي وجمعته، هو عدم اهتمامهم باللاعب عندما كان ينشط في نادي باريس اف سي، عكس المغرب التي تواصلت معه مبكرا وألحت على استدعائه، تواصلت معه عدة مرات بالرغم من رفضه الالتحاق في البداية. اللاعب هذا رفض باش يلعب في المنتخب المغربي، لكن هما واصلوا ما استسلموش باش يدخلوه في المنتخب المغربي. شو الناس اللي تحب تخدم بلادها عكس جماعة لقجع اللي عندنا في الجزائر. نضرب بكل صراحة، اللي ما يبغيش يجيب أحسن اللاعبين شو نقولوا عليه؟ هذا يخدم مصلحه مش يخدم مصلحة تاع البلاد تاعنا. احسن اللاعبين موجودين في اوروبا، كاين في انجلترا، كاين في اسبانيا، كاينين لاعبين كاينين. كاش هذه ما جزائري جزائر ولاده كاين. خطا الثاني، وبالرغم من تواصلهم المتاخر، هو تواصلهم مع مناجير اللاعب اللي هو المناجير التونسي الذي كان جوابه منطقي. اللاعب حاليا يمثل المغرب، خلاص طفرت. بعد ما طفرت عيطولو ارواح معليش نجيبوك للجزائر، ولا ما عيطولوش قبل على ما عيطولوش. لم يتواصلوا مع اللاعب ولا مع والده، ما تواصلوش ايضا حتى لا مع اللاعب مع والده غير مع المناجير تاع التونسي. الخطا الثالث هو غلق قضيته وعدم الاهتمام به مره اخرى، بالرغم من كل هذا جاهز لإعادة هذا الحارس المنتخب الجزائري. هنا راهو محسن يقول بالرغم من هذا الشيء وباللي راهو يلعب في المنتخب المغربي نقدر نرجعه يلعب في المنتخب الجزائري ونقدر نرجعه للجزائر. محسن. نروحوا قبل ما نتكلموا على تغيير الجنسية، نروحوا للجماعة اللي كان ضد محسن وتكره محسن وماذا بها محسن هذا يبقى بعيد، لأن هذا محسن يشكل خطر على المصالح نتاعهم. لأن محسن لو يتقرب للاتحادية ولا يعود يخدم في الاتحادية ولا يعمل في داخل المنتخب الوطني كمناشر
راح يديرونجيهم. كي يقول راح يديرونجيهم واش معناها؟ معناها اللي جوار ما همش راحين يتباعوا. باش يتباعوا اللاعبين لازم محسن يبعد ويبقى بعيد محسن هذا. اذا نعطيكم الارشيف واش كانوا يقولوا على محسن. اسماعيل، هذا بن اسماعيل مدرب اللي جابوا زرشي، اللي ديما تلقى 8 10 تاع بارادو دائما، ودائما الاقصاءات دائما الفضايح، خسروا مع مصر بخمسه ولا باربعه، دائما الفضايح كاينه والارشيف كاينه، الارشيف كاين. مدرب منتخب وطني اقل من 20 سنه يصرح لصفحه فان بارادو بخصوص طاهر لاعب تاع الميلون، طاهر وتلمساني حارس تشيلسي. التصريح في الفيديو داروه مع دار لقاء مع لاكازيت دو فيناك. خلية الفاف اتصلت بطاهر مدافع الميلان لكنه رفض. شوف، وقال لنا وجب عليكم استدعاء للمنتخب الأول. واتصلت كذلك بحارس تشيلسي تلمساني لكنه رفض القدوم، رفض القدوم لأنه متردد. وين راه محسن الخراط اللي قلهم ما عيطولهمش؟ وين راهم اللي كانوا يقولوا لي راك تكذب؟ بوم، اليوم محسن ما يرقدش، لقد تبهدل. روحوا الصفحه الاخرى ليفير، الصفحه هذه ايضا جماعه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم نادي بارادو بطبيعه الحال. صابر من اسماعيل، ويحطوا كانوا يحطوا مناشير مع بعضهم، هذا يحط الاخر يحط مع بعضهم، نفس التوقيت كانوا يحطوا مع بعضهم سابقا. صابر بن اسماعيل مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في اتصال مع برنامج الإكسبير، اتصلنا بمدافع ميلان رياض طاهر لتمثيل منتخب أقل من 20 سنة لكنه رفض الدعوة، وقال لنا إنه يريد تمثيل المنتخب الأول فقط. أيضا تواصلنا مع حارس تشيلسي سامي تلمساني ورفض، لقد كان مترددا. متفاهمين لي باج زوج في زوج. اعطيكم الجديد، الجديد قلنا باللي بالامس تغيير الجنسيه الرياضيه تكلم فيها حفيظ الراجي، وايضا راح نسمعوا من عند ملشي محسن شكون اللي دخله في القضيه هذه. محسن، اليوم كانت لي الفرصه ان اجسد ما قلته سابقا واساهم في تغيير المسار الدولي. هذا هو السيد اللي عمل دور كبير. محسن قلت لكم محسن راهو يديرونجيهم، ماذا بهم لاعب ما يدخل المنتخب الوطني في المستوى العالي، حتى اللي جو يجو ناقصين، المستوى ناقص باش يقولوا باللي احنا عندنا المنتوج احسن. انا مانيش ضد لاعبين بارادو باش نستفهمه، مانيش ضد اللاعبين بارادو، انا مع العدل. الى عندنا لاعبين في بارادو احسن، نقول احسن من اللاعبين اللي موجودين في اوروبا في التكوين في كل شيء، ماذا بينا يجونا احسن لاعبين بارادو احسن واحسن. ما دام عندنا لاعبين مستوى مليح مستوى جيد وبطوله هاكم تعرفوها، على هذو جزائريين حقهم يلعبوا. ايضا يوجد جزائريين في نوادي اخرى في البطوله المحليه، على فقط بارادو. واساهم في تغيير مسار الدولي لهذا الحارس من المغرب الى الجزائر. لم نقطع التواصل ولم نقطع دعمنا لهذا الحارس ولعائلته خاصة والده فاروق، بالرغم من تمثيله المغرب، وأنا على دراية بكل تفاصيل استدعائه للمغرب. وأستطيع أن أقول لكم أن الحارس سيكون له مستقبلا كبيرا، يبقى هذا مرتبط بعمله واجتهاده، خاصة أن عمره 18 سنة فقط. ولكن إن كان كذلك فسيكون لفائدة المنتخب الوطني الجزائري وليس المغربي. أشكر، ديروا عليها خمس خطوط حمراء هذه، أشكر رئيس الفيدرالية السابقة روراوة الذي كان طرف في العمل. وش معناها؟ معناها روراوة اللي قالوا عليه، خلينا من الطرف المغربي والاقجع وقالوا عليه باللي هو العدو نتاعنا، هذاك من حقهم، بلادهم يدافعوا على بلادهم. نحكوا على هنا، لان هنا في الجزائر جماعه اصحاب الاقجع اللي في الجزائر قال لك روراوة ما عندنا ما نديروا به، ما عندنا ما نديروا به، ودينا كوب دافريك بلا بيه، كاس افريقيا ديناها بلا بيه،
لان لما تشوف 2019 اكثر من 85% من اللاعبين جابهم روروا، لكن معليش روروا بعيد على الاتحاد الجزائري كرة القدم وبعيد على الساحة الرياضية. يعني المنطق يقول ما عنده ما دخلوا روروا، صح السيد يعترف قال لك هو اللي عاوني في الخدمة. مش عنقول لك جماعة تلقجع لي في الجزائر، عندي ما نقول لك سلكها روروا، تكرهوه تحبوه ما تشتوهش قلعوا من المغرب. قال لك عاوني لح محسن، محسن مول الشي قال لك عاوني هو في الخدمة، عاوني في الخدمة باش جبنا هذا اللاعب التلمساني خطفناه من المغرب ورجعناه لبلاده. محسن، محسن يا دولة، محسن يا دولة. وأيضا رئيس الفيدرالية الحالي زفزاف طبيعة الحال رئيس اتحادية، لازم تكون عندك اتحادية باش تسوي لك الأوراق والأمور اللوجستية، لأنها زفزاف هو الرئيس الحالي للاتحادية. كل الإجراءات الإدارية قامت بها الفيدرالية الجزائرية لحد الآن، يعني دارت كما قلت لكم إجراءات الإدارية، لازم تكون عندك اتحادية دير الإجراءات الإدارية تغيير الجنسية الرياضية والعديد من الوثائق الإدارية. تذكير أن المغرب استدعت هذا الحارس لتربص المنتخب الأول في عهد المدرب السابق وحيد حليلوزيتش من أجل خطفه من الجزائر نهائيا. جابته زعم المنتخب آ باش تخطفه من الجزائر. إذن هذا تلمساني شكر محسن ودار له في ستوري، حط له الصورة نتاعه ودار لوجو نتاع صفحة المواهب الجزائرية حقيقة. وأيضا مع ريان أيت نوري وبالعلم الجزائري، يعني ثم خلاص نروحوا لحافظ الدراجي. أيضا حافظ الدراجي تكلم على هذا الموضوع وشر شر بعينها. بفضل الله ثم الرجال، تم بحمد الله تغيير الجنسية الرياضية للحارس الواعد تلمساني المحترف في نادي تشيلسي الذي سبق له اللاعب في المنتخب المغربي الشبان قبل أن يختار تمثيل الخضر. للعلم فإن سامي تلمساني يبلغ من العمر 19 سنة، كان لوالده الصديق فاروق دور كبير في إقناع ابنه الذي عبر لي شخصيا عن سعادته بتمثيل الجزائر ابتداء من الغد. إذا لما تسمع حافظ الدراجي ومحسن تعرف باللي كاين عمل ثلاثي طبيعة الحال بمساعدة طبيعة الحال الاتحادية الحالية تاع زفزاف. العمل ما تقدرش ما ينكر العمل هذا الا الجاحد. تكره محسن انت حر، تكره حافظ الدراجي انت حر، تكره روراوة انت حر، بس هذا الثلاثي ما تقدرش تنحيله انه اختطف لاعب من المنتخب المغربي، مثل ما تقدرش تنحي دور روراوة في نزع اسماعيل بن ناصر من قبل المنتخب المغربي وجعله في المنتخب الجزائري. ما تقدرش تكره روراوة، تكره حافظ الدراجي، تكره محسن، انت حر هذا شغلك، لكن هذه هي الحقيقة. تقبلها ما تقبلهاش، روح تشرب الماء البحر، هذا يخصك وهذا شغلك. فهمتوا اللي قلتوا على محسن خراط؟ قلت لكم وعندي سابقا وانا نقول بلي هذا الشخص محسن ما هو خويا، ما عندي صلة قرابة به احقاقا للحق. هذا الشخص يستاهل منصب يليق به داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم او مناجر المنتخب الوطني. احنا نعرفوا ان المنتخب الوطني بدون مناجر. الشيء الاخر، اللاعب هذا تلمساني حارس تشيلسي، اسكو يلعب في المنتخب الوطني الاول ولا لا؟ انا مانيش المدرب، لكن انا الشيء اللي نعرفه بالدليل بالصوت والصوره انه الناخب الوطني جمال بلماضي سئل على اللاعب العروسي لعب في الفئات الشبانيه الذي ليفربول، قال لهم بالصوت والصوره انا ما نجيبش لاعب يلعب في فريق الرديف ولا فريق الفئات الشبانيه تاع ليفربول، رغم انه العروسي كان يستدعيه كلوب وكان مقابلات لعبهم في كاس الرابطه الانجليزيه وكان يتدرب مع ماني وصلاح. لكن المدرب جوابه صريح، لما يكون يلعب ويطلعوه في النادي الفريق الاول لليفربول يكون كلام اخر ومغلق الموضوع. الان تلمساني
انا نمشو حساب كلام الناخب الوطني، صوت وصوره موجود الفيديو. اذا راح يمشي بالمبدا والمنطقه نتاعو هذا التلمساني ما راحوش يلعب في المنتخب الوطني الاول، الا ممكن داروه اعاره لعب في نادي اخر، بدا يلعب مع الاكابر، موضوع اخر. اذا هذا فيما يخص مشاركه اللاعب مع المنتخب الوطني الاول. اذا ضربه موجعه للقجع. في الاخير متقارنه مع مزم الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.